لتسليط الضوء أكثر على مأساة الإيغور ورد فعل المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي تجاه الصين، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول وكيل اتحاد علماء تركستان الشرقية الشيخ محمود محمد. شيخ محمود محمد، بداية السلام عليكم. Human Rights Watch توثق أدلة حول قمع الصين للإيغور، يعني بالنظر إلى تعاطي المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة مع قضية الإيغور، إلى أي مدى ترى أن الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي على مستوى ضخامة الانتهاكات وفظاعتها يتعاطى معها؟ أحييك أخي الكريم وأحيي المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا تقرير منظمات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان تقارير موثقة وهناك شهادات، ونحن كتركستانيين منذ يعني 5 سنوات كنا نقول هذا الكلام، يعني أن هناك ما يحصل في تركستان ممكن لم يحصل لأي بشر في القرون السابقة، يعني لا يتصور أصلا، نحن عانينا منها كإنسان. ومنظمات الدولية هناك اهتمام طبعا إعلامي كبير لهذه القضية، وتقارير هذه المنظمات وغيرها طبعا مفيدة للقضية التركستانية وتشكل ضغطا للصين على مستوى الإعلامي. أما على المستوى الفعلي وعلى مستوى لإيقاف هذه الجرائم، طبعا ما تصدر من المنظمات الدولية إلى الآن لا تكفي لإيقاف الصين عند حده. لماذا؟ لأن الصين أصلا لم تتعرض لأي ضغوط حقيقية سواء اقتصادية أو سياسية لسياستها الضاربة والجائرة بحق مسلمي تركستان الشرقية. طبعا منذ فترة بسيطة فقط هناك بعض العقوبات من لبعض المسؤولين الصينيين، عدد قليل جدا لمسؤولين الصينيين، يعني صدر ضدهم عقوبات يعني دبلوماسية أو عقوبات سياسية بالأحرى من الاتحاد الأوروبي ومن كندا والولايات المتحدة وغيرها من بعض الدول. وهذا موقف مشرف، ونحن كتركستانيين نشكر على موقف تلك الدول. أما هل يكفي مثل هذه العقوبات لإيقاف الصين وإجبار الصين لإيقاف هذه الجرائم أم لا؟ طبعا لا تكفي هذه العقوبات السياسية، لا تكفي. طيب، إيقاف الصين عند حده. شيخ محمود، يعني القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي ضد الحكومة في الصين، ذكرت أنه يعني شكرت هذا الأمر وهذه الجهود، وقلت أنه يعني ربما لا يكفي، هناك ضرورة لعقوبات اقتصادية وسياسية ينبغي على المجتمع الدولي فرضها لتخفيف أو إيقاف هذه الانتهاكات ضد الإيغور. هل ترى أنه ربما خلال المرحلة المقبلة ممكن أن يتطور ذلك إلى عقوبات سياسية واقتصادية؟ نحن طبعا كتركستانيين نتمنى ذلك، وندعو يعني منذ فترة إلى عقوبات حقيقية وإلى مقاطعة البضائع الصينية في العالم الإسلامي وفي العالم الغربي وغيرها من الدول، حتى تكون الصين مضطرة لإيقاف هذه الجرائم. لماذا؟ إذا لم تتأثر الاقتصاد الصيني بالعقوبات الاقتصادية حقيقة الصين لا توقف هذه الجرائم. أما عندما تتعرض يعني لضغوط حقيقية ولعقوبات حقيقية تؤثر على اقتصادها وتطورها ونظام حكمها، عند ذلك ممكن توقف الصين هذه الجرائم. أما قبل ذلك طبعا ما دامت الدول التي تقف ضد الصين في المحافل الدولية دول، رغم أنها طبعا دول كبيرة واقتصادها قوي، ولكن بالعدد عدد قليل. هناك أكثرية في المجتمع الدولي ولو كان فقيرا يعني تؤيد الصين وتقف مع الصين في المحافل الدولية مع الأسف الشديد. ومعظم هذه الدول التي تقف مع الصين في المحافل الدولية مع الأسف الشديد دول إسلامية وعربية.
أنتم تنتظرون موقفا أكثر جدية من الدول الإسلامية، أليس كذلك؟ بلى طبعا، هذا ما نتمناه. نحن نستغرب أغلب الدول العربية والإسلامية على خطى أمريكا في السياسة الدولية، دائما يعني تقف مع الجانب الأمريكي على خطى أمريكا كرسميين. أما فيما يتعلق بتركستان الشرقية وبمسلمي تركستان الشرقية، هذه الدول تقف على عكس السياسات الأمريكية في تلك المنطقة، تقف مع الجانب الصيني مع الأسف الشديد. ونحن كتركستانيين ننادي في الدول الإسلامية وحكام المسلمين يعني ألا يضعوا المصالح مع الصين فوق كل اعتبار. طبعا تعاملوا مع الصين وهم يحافظون على علاقتهم مع الصين، ولكن على الأقل عليهم أن يستعملوا هذه المصالح الاقتصادية مع الصين لصالح إخوانهم المسلمين في تركستان الشرقية. المجاملة هذه للصين يعني فوق المستوى المطلوب بصراحة، يعني مجاملة الدول الإسلامية ووقوفها مع الصين في المحافل الدولية فوق مستوى المطلوب بصراحة. يعني هذا لا يليق بأمة الإسلام وبالدول العربية والإسلامية. وكيل اتحاد علماء تركستان الشرقية الشيخ محمود محمد، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول.